واصل مجلس الشيوخ مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة سيارات صديقة البيئة، وانتهت الجلسة بالموافقة نهائيا على مشروع القانون بعد مناقشات أوضحت الحكومة خلالها أن صندوق تمويل صناعة السيارات يقدم حوافز ويعمل على تهيئة مناخ أفضل لتلك الصناعة. جلسة عامة جديدة عقدها مجلس الشيوخ لاستكمال نظر عدد من مشروعات القوانين. الجلسة استكملت مناقشة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذي وافق عليه النواب في جلسة أمس من حيث المبدأ، ليبدأ النواب طرح مناقشاتهم للمواد. في المبدأ 6 لما نظمت سلطة مجلس الإدارة باعتبارها هي السلطة العليا المهيمنة على شؤون الصندوق وتصريف أموره، المادة 6 لما اتكلمت قالت أن نظمت سلطة مجلس الإدارة باعتباره هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الصندوق وتصريف أموره. والبند السابع جاء فيها اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق واللوائح المالية والإدارية والموارد البشرية، وهذا أمر إداري، فأنا التعديل المقترح ليا أن يكون ليس لرئيس مجلس الإدارة ولكن للمدير التنفيذي. الحقيقة فندم أنا تعديلي بسيط، هو أن احنا عايزين نشيل كلمة القروض من نص المادة، لأنه فكرة أنه يعني الصندوق ياخد قروض الحقيقة أنا شايفها مش مناسبة خالص. الصندوق عنده موارد ويقدر يعمل اتفاقات تحفيز كتيره ويقدر يوصي بسياسات كتير، فكره انه ياخد قروض دي مساله انا بالنسبه لي يعني مرفوضه، فانا بقترح على يعني الزملاء الغاء هذه الكلمه وكل ما تعنيه من معاني. وخلال المناقشات أوضحت الحكومة أن صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يقدم حوافز ويعمل على تهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، وانتهت الجلسة بالموافقة نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.